يبدو أن الأسواق الأمريكية سابقا كانت تفضل الحزب الديمقراطي لقيادة الاقتصاد الأمريكي، ولكن كيف أثر الرؤساء الأمريكيون سابقا على أداء مؤشرات الأسهم وخصوصا مؤشر الـ S&P 500؟ والبداية مع متوسط عوائد الأسواق الأمريكية التي حققت خلال الحزب الديمقراطي 9.7% بالمقارنة مع الحزب الجمهوري الذي حقق فقط 6.7%. ولكن ما هي تفاصيل هذا الأداء، وكيف كان أداء مؤشر الـ S&P 500 خلال عهد الرؤساء الأمريكيين؟ ما نراه الآن هو متوسط عوائد المؤشر خلال كل من الرؤساء الأمريكيين منذ العام 1945 تاريخيا، وقبل أن يبدأ الحزب الديمقراطي بالتفوق على منافسه الجمهوري، كان S&P 500 حقق أعلى معدلات للعوائد في عهد الرئيس الأمريكي فورد من الحزب الجمهوري. طبعا الأسباب كانت تعود للكثير من العوامل، أولها ارتفاع في أسعار النفط في الوقت الذي كان نيكسون قد تخلى عن منصبه كرئيس للولايات المتحدة الأمريكية. في المرتبة الثانية بعد فورد، بيل كلينتون حقق أعلى معدلات في عوائد لمؤشر الـ S&P 500. المؤشر حقق عوائد سالبة فقط في عهد كل من جورج دبليو بوش وأيضا في عهد الرئيس الأمريكي السابق نيكسون. الآن لننتقل لنعرف مقياس المخاطرة الذي سجلته الأسواق في عهد الرؤساء الأمريكيين. الحزب الجمهوري يتمتع بمستويات مخاطرة أعلى في عهد الحزب الجمهوري وتوليه للرئاسة بحدود 22%. الحزب الديمقراطي كان مؤشر المخاطرة أقل من ذلك بكثير. الرئيس الأمريكي فورد كانت لديه في خلال فترة توليه الرئاسة الأمريكية حقق المؤشر معدلات للمخاطرة وصلت إلى 22%، وهي الأعلى تقريبا، ليتبعها بعد ذلك الرئيس الأمريكي ريغان ب 19.7% من المخاطرة. يبدو أن الأسواق كانت من وقتها تفضل الحزب الديمقراطي لقيادة الأسواق الأمريكية والاقتصاد الأمريكي. ولكن ما هي الأسباب وراء هذه النتائج؟ الأول يعود لمستويات نمو إجمالي الناتج المحلي الأعلى التي حققها الحزب الديمقراطي تاريخيا، وتوزع مقدار النمو في إجمالي الناتج المحلي بشكل أكبر على جميع طبقات الدخل. أفضل لقطاع العمل أيضا، ومستويات معدلات البطالة التي كانت على هبوط أكبر في عهد الحزب الديمقراطي.